أيها الحظ الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء أينما كنتم، أسعد الله صباحكم هذا بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هنا من ميدان الهباب لسباق الهجن، حيث التواصل يستمر مع هذه الانطلاقات وهذه الفعاليات. شكرا لزميلي محمد اليمني الذي تواصل في الأشواط الرئيسية، وحركة أخرى تتحرك بهذه الشعارات، وهو الشوط الثالث لفئة الأبكار لهجن أصحاب السمو والشيوخ، ومن يرقب أيضا من أبناء القبائل. الباب مفتوح للمشاركة. نرحب بهذا الشوط ونرحب بهذا الشعار على المقدمة مع الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، من يقدم لنا الدكتورة الشامخة بالمركز الأول، تليها على المركز الثاني فهنا مياس لسمو الشيخ سلطان بن خالد القاسمي، والمضمر الخاطر هو من يتقدم بالمركز الثاني والمركز الثالث. الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مشعال بن سعيد بن غدير، من يقدم الشاهنية بثالث المراكز، والمركز الرابع فتقترب أيضا أصحابه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم راشد بن سعيد بالغافرية مع التضمير. والمركز الخامس الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن محمد علي بن راشد بن غدير مع التضمير. أما المركز السادس شاهنية لسمو الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي وعيد بن عامر المدهوشي مع التضمير. هنا ايضا شعار سمو الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي وعيد بن عامر المدهوشي ايضا مع التضمير. في المركز السابع والمركز الثامن، الشاهينية ايضا لسمو الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي عيد بن عامر المدهوشي. اما المركز التاسع فتوصلنا مراسيل عتيج بن علي بن خفية. والمركز العاشر اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء. ما شاء الله ما شاء الله، البداية مع المركز الأول مع الشامخة للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، من يقدم الدكتورة بأول الشامخة بالمركز الأول، وهي شامخة وهي متدللة ومتدلعة بهذا الموقع بدون ملل أو كلل، تعطي المزيد وتطرب أيضا بالمسافات الطويلة. الكيلو المتر الأخير يفصلنا عن خط النهاية وعن التتويج مع الشامخة. تدلل بهذا الشعار، لا تكلمها يا دكتور الناموس، لا تكلمها يا دكتور المركز الأول، خلها هادية، ما تستاهل. المركز الثاني الشاهينية سلطان بن علي بن هناوي، والمركز الثالث فتقترب الشاهينية الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي. الله، حرك يا دكتور الحين، حرك ولكن بالهناوي هاجم هجمة، لا تنصد ولا ترد عن المركز الأول. يقدم له الشاهنية سلطان بن علي بالهناوي. الله يا أبو علي ابتسم، صفق فوق إيدك، فوق، خله فوق مع الناموس. أما المركز الثاني أيضا ما يستهان بها، اللي هي الشاهنية للشيخ عبد الله بن حميد القاسمي عيد بن عامر المدهوشي. يا أبو حرك ياكم ربيث ياكم خليفة بن سا كيف مكتوب عندنا، أشوف اللي هي محبوبة ناصر بن سعيد بن راشد المدهوشي. فاجأنا في اللحظات الأخيرة وقدم اللي هي محبوبة. مشاهدينا الكرام، تنتزع المركز الأول وتهدي الناموس للسيد ناصر بن سعيد بن راشد المدهوشي، الثاني سلطان بن علي بن هناوي، الثالث الشيخ حميد أو عبد الله بن حميد القاسمي، الرابع فهنا تأتينا نظام سيف بن محمد بن زايد الخيارين، والخامس شمعة لأحمد بن راهل المحرمي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام.
متابعين 4 دقائق 41 ثانية 4 دقائق 41 ثانية هذا